فكروا تخيرتي صرت كبيرة معلمتي تقبريني يا رب تعدي على الصباح طالع لك وردة بيه شو ليش هي هيك شو هذا لا تقعد ما بقعد شو ساوي عود بقعد ان شاء الله تقبريني يا رب خذ هدول شو هدول لي كتر خيرك والله الله يسلم لي اياك لا مو لك لك هدول 7000 ليرة ايه بتجي فيهم كبش كبش جيب لك تيس ايه عندي تيس عم لك جيب لي كبش وليش بدك الكبش نادر 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 شو شفت منامي ليلى تقبر قلبي عم تركض من اوضة لاوضة وما عم تهدى بلا انا شو شكلها اكيد ما بتشبهك مين بيشبه؟ بتشبه أمّا تقبر قلبي أنت بتشبه الزئب ايه قوم أوام جيب الكبش أوام حاضر معلمتي لك وين رايح؟ ما بي بلا أحمد أختي حاضر يلا يلا فتح ضم فتح ضم فتح ضم فراشة 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 غزالة 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 نانا بس يا نانا بس يا ماما بس طالع يا اسطى يا اسطى حلوه دي حبيتها ايه طالع تفضلي ربنا يخليك تجري بسرعه لفين نانا عيانه قوي عايزه اخدها للدكتور هي سلامة قلبها سلامة قلبها لا تخافي الصغار الله حاميهم أنا حوديكي في سرعة البر طويلي بالك طويلي بالك ما بقاش إلا نوصل إن شاء الله هي عندها قد إيش البركة؟ هي كمان شهر حيبقى عندها 6 شهور إن شاء الله العمر كله ربنا يخليك بس المشكلة ما فيش دكتور بيفهم عليها وأنا خايفة عليها أخد لك إياها على المستشفى؟ هو انتوا عندكم مستشفيات متخصصة أصلاً؟ إزاي؟ لا ما عجبتنيش منك هي إحنا ما عندناش مستشفيات أحسن مستشفيات عندنا إحنا وعندنا دكاترة معلمين قوي بس خلاص ربنا يخليك بسرعة عشان خايفة تروح من بين إيدي لا ما بتروح من بين إيديك أنا ما سألتك إيش هي مالها يعني سخنانة؟ لا مش عارفة مالها يا حبة عيني متضايقة زهقانة مش عايزة تلعب مش عايزة تعمل حاجة مش عايزة تاكل تصور مش عايزة تتكلم معايا تصور طلعوا سنانها؟ طبعا فطمتيها؟ والله غريبة دي شفت فعلا بدها دكتور شاطر شفت وقدرت للنوسي حبيبتي 7 شهور مفطومة وطالعين سنانها ربنا يجيب العوائب سليمة يا رب